بحثة سارة لمحبي الدهون وخاصة تلك المستخلصة من نباتات حوض البحر المتوسط. دراسة طبية جديدة تشير إلى أن الحمية الصحية ليس بالضرورة أن تقتصر على تناول البروتينات والخضروات، بل يمكن أن تحتوي على الكثير من الدهون أيضا. وتقوم الحمية التي تناولتها دراسة مركز مينيابوليس لشؤون قدام المحاربين في ولاية مينيسوتا الأمريكية على تناول الدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا كمصدرهم الرئيسي للدهون، والحد من تناول اللحوم الحمراء. والدهون غير المشبعة هي النوع الجيد الذي يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول الصحي، ولا سيما عند تناولها بدلا من الدهون المشبعة والدهون المتحولة أو المصنعة. وبحسب الدراسة قد تساعد هذه الحمية في الوقاية من أمراض القلب والسكري وسرطان الثدي، هذا بالإضافة إلى أن تناول وجبة غنية بالدهون النباتية الصحية غير المشبعة يساعد على تعزيز المناعة وخفض الإصابة بالتهابات مزمنة.